ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشأن الأمريكي الدكتور إمام غريب. أهلا بك دكتور على شاشة اليوم. أهلا بكم. أهلا بحضرتك. بداية، إذا تحول واضح تجاه إيران من خلال موقف الأخير للرئيس الأمريكي، هل نحن الذي كان طبعا يتحدث بلهجة ملؤها التهديد حيال إيران؟ نعم، بداية لابد من أن نوضح أن هذه الدعوة من جانب الرئيس الأمريكي للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني لم تكن الأولى، وإنما تم تكرارها من قبل قرابة 8 مرات، وفي كل المرات يرفض الرئيس الإيراني مقابلة الرئيس الأمريكي. وفي إحدى المرات كانت هناك محاولة من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لترتيب هذا اللقاء، وللأسف يعني قوبلت بالرفض أيضا من جانب الرئيس الإيراني روحاني. هذا يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ينفع معها إلا سياسة القوة، وتلك السياسة التي تنتهجها الجمهورية الإيرانية الآن. وبالتالي ربما ذكرنا من قبل أن الولايات المتحدة يعني تتحرك في أكثر من جبهات، وهناك عداء مع ما كان يسمى وما طرح عليه من قبل الإدارة الأمريكية بمحور الشر. محور الشر تمثل في 3 دول تحديدا، من بينها إيران وكوريا الشمالية وسوريا. إذا كانت هناك الآن يعني الجبهة السورية إلى حد ما يعني تبرم أو تجزم الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك شبه يعني اتفاق، أو أن الولايات المتحدة ستخرج من الوضع في سوريا، وأن هناك تفوقا روسيا، وبالتالي كان هناك اتفاق أيضا مع إدارة كوريا الشمالية مؤخرا، وإذا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تحدث اتفاقا سلميا مع جمهورية إيران الإسلامية في الوقت الذي نشهد فيه أن هناك يعني دوافع تحث الولايات المتحدة الأمريكية على القيام بذلك. هناك مصالح مشتركة ما بين القوتين. الكيان الصهيوني أيضا لا يرغب في توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، ربما السياسة المعلنة غير السياسة الكثيرة. دكتور إمام، هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي هل تنم عن رؤية فقط تكتيكية، أم أنه هناك أيضا يضاف لها، أم هو تحول جذري ويضاف له أيضا عوامل داخلية دفعت بترامب لأن يصرح هذا التصريح؟ أعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب الآن يغير من سياسته ب 180 درجة. بدأ يعني عهده بالإدارة الأمريكية بسياسة عنف تجاه العديد من الدول، هو الآن يتحرك نحو استقطاب هذه الدول ومحاولة لتقليل الضغط على أو سوء التفاهم مع الدول الخارجية. ما شهدناه من اتفاق مع كوريا الشمالية، ما شهدناه مؤخرا منذ أيام من لقاء مع الرئيس الروسي، كل ذلك يجزم أن الإدارة الأمريكية الآن تحاول أن تتراجع عن سياستها العدوانية تجاه العالم مع بداية حكم الرئيس ترامب، والآن تغير من سياستها نحو الهدوء مع العديد من المناطق في بلدان العالم. يعني تطرقت إلى اللقاء الأخير الذي ضم الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي، هل تلقى آنذاك ترامب برأيك دكتور تطمينات من نوع ما من روسيا بحول التوجهات الإيرانية أو وضعها في الشرق الأوسط وخاصة في الملف السوري هنا أقصد؟ بالفعل نحن نعلم مدى قوة التحالف الإيراني مع روسيا، وبالتالي يعني أعتقد أن الاتجاه الأخير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتقارب مع إيران، والذي أعتقد أيضا أن الجمهورية الإيرانية الإسلامية أعتقد سوف توافق هذه المرة على أن تجلس على مائدة المفاوضات بجوار الولايات المتحدة الأمريكية، كان لروسيا وجمهورية روسيا والرئيس بوتين أعتقد كان له دور كبير في هذا التقارب ما بين الولايات المتحدة وإيران. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور إمام غريب الباحث في الشأن الأمريكي على كل هذه المعلومات، كنت معنا من القاهرة.